حلب. إذن الزلازل والهزات الارتدادية لم تتوقف بعد أستاذ ياسر، كيف يمكن التعامل مع ما هو قادم؟ يعني بداية أولا ذكرت الحالة البائسة التي يعني يتواجد فيها المواطن السوري، وهو عدم وجود احتياطيات أو مخزونات للطوارئ أو لحالات الطوارئ. أتكلم عن الإسعافات الأولية، أتكلم عن مثلا المعاطف التي يمكن أن تقي شر البرد، أتكلم عن اللحائف، عن يعني وسائل التدفئة. كل هذه الأمور لا يوجد مستودعات استراتيجية شأنها شأن البلاد التي تنعم بحالة الاستقرار، وبالتالي لديها مخزونات وفيرة لما يعرف بحالات الطوارئ. سوريا منكوبة منذ فترة طويلة كما ذكرنا، ولا يوجد لديها أي مخزون. الآن المشكلة الحقيقية هي أن هناك تصدعات كبيرة في الأبنية حتى هذه اللحظة. أتوقع أن حالة كثير من الأبنية هي حالة بائسة ويمكن أن تتحول بأي لحظة إلى حالة أنقاض أو انهيارات متسارعة. لذلك النصائح تكون بإخراج النفوس أو البشر أو المجاميع الناس أن يخرجوا إلى خارج هذه الأبنية. إذن هناك مشكلة بتأمين هذه الملاجئ الضخمة لهم. لا يوجد لدينا ساحات كبيرة، ونحن في فصل الشتاء. لو أننا نتكلم في فصل الصيف لقلنا أن البساتين والحدائق الكبيرة أو حتى الحقول يمكن أن تقيهم، ولكن نحن نتكلم عن ظروف برد شتاء قارسة. نحن نحتاج إلى نصب خيام كبيرة في ساحات الفلاء، يكون فيها الإسعافات الأولية، يكون فيها الطعام الساخن، ويكون فيها حاجات التدفئة. وأظن أن نصب مثل هذه الخيام ليس بمقدور السوريين بهذه السرعة. لذلك نحتاج إلى أفواج طوارئ يتم إمرارها عبر الحدود التركية. المشكلة اليوم أن الدولة التركية أيضا منكوبة، ولا نستطيع أن نرمي بثقلنا عليها. والمشكلة الحقيقية أن الدولة التركية مشغولة بنفسها. لذلك يعني لو كان هذه الظروف بمعزل عن تركيا لوجدنا أن الأخوة الأتراك سارعوا بالمطابخ الجاهزة وبالخيام الكبيرة وما شابه، ولكن تركيا الآن تجمع التبرعات والمساعدات لأهالي الضحايا المتواجدين. ما يعمق الأزمة هو أيضا انشغال تركيا بتداعيات الزلزال الذي وقع في جنوب الأراضي التركية. صحيح هذا الكلام. لذلك أنا ظني أن المشكلة أكبر من تركيا، وخصوصا أن حالة تركيا نفسها ليست بالسهلة. أتوقع أن مسؤولية الأمم المتحدة، وأنا هنا أناشد عبر فضائيتكم الأمم المتحدة، أن يكون لديها تدخل مباشر، سيما وأن القرارات الدولية تمنح الأمم المتحدة أن يكون لها دور فعال في عملية إمداد المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى. هذا المعبر الإنساني المصرح عنه عبر القرارات الدولية، أعتقد أن الأمم المتحدة يجب أن تتدخل بشكل مباشر وسريع، ولا تعتمد فقط على أن يكون هناك يعني فترة زمنية لجمع المساعدات، وإنما يجب أن تعتمد على مستودعاتها للطوارئ لأماكن أخرى يجب أن تزج بها عبر الأراضي السورية اليوم.